افتتحت جمعية السلام إلى الأعمال الإنسانية والخيرية معرضها السنوي للأسر المتعففة وأبنائهم الطلبة لتوفير حقيبة الطالب والزي المدرسي، وهو أحد المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية محلياً ليستفيد منه نحو 15,000 طالب وطالبة. ندشن حملتنا حق الأسر المتعففة والعودة للمدارس، وبفضل الله تعالى مستمرين من هذا اليوم لغاية 11 10 أيام كمرحلة أولى، وراح نوزع فيها كل يوم لعدد 500 أسرة، وبإذن الله تعالى سيستلمون الحقائب المدرسية بجميع محتوياتها وكذلك الكسوة بجميع محتوياتها، ونستقبل باليوم 500 واحد، وبإذن الله تعالى إلى أن ننتهي من هذا المشروع المرحلة الأولى. ما يخص المرحلة الثانية راح تكون يعني دفع الرسوم الدراسية، وأعتقد شوية هذه تحتاج يعني مبالغ كبيرة وكذلك تحتاج ميزانية طائلة، وأدعو إخواني أهل الكويت والداعمين والتجار أن يساعدونا أن نغطي المرحلة الثانية، لأن بالفعل نحتاج أكثر من 3 ملايين دينار حتى نغطي بعض الأسر، ما يقارب 13,000 أسرة، كل أسرة عندها ما يقارب 3 إلى 4 أطفال، فبالفعل نحتاج أن نغطيهم. ولا شك أن التعليم أمر مهم جدا في كل الشعوب، وحقيقة الأب والأم اللي يعني ما يقدر يودي أبناء المدرسة بالفعل يعني يعيش حياة مأساوية، وبإذن الله تعالى الله يعيننا نخفف معاناتهم إن شاء الله. ويوفر المعرض كذلك الملابس المدرسية المختلفة بما يتوافق مع الزي المدرسي الخاص بمدارس الكويت لمختلف المراحل الدراسية، ويشمل جميع الأعمار من الجنسين. لهذا اليوم دشنت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية معرضها السنوي للأسر المتعففة بحلة جديدة الحقيقة، بإضافة مشروع مميز وهو توفير الحقيبة المدرسية بكافة أدواتها المدرسية اللي تغطي الطالب لسنة كاملة من كشاكيل ودفاتر وجنطة ومقلمة وأدوات هندسية، وما نسينا حتى الألوان والطابع والجلانت، كل الاحتياجات إن شاء الله لسنة كاملة، بالإضافة إلى الحقيقة اللي هو المعرض السنوي الطبيعي اللي هو توفير اللي هو بالإضافة إلى توفير اللي هو الملابس والعبي والكسوة الشتوية. والحقيقة ما يميز هذا المعرض شغلتين أساسيتين، الأولى وهي توفير الاحتياجات لكافة المراحل المختلفة الابتدائية والمتوسطة وكذلك المرحلة الثانوية وكذلك بالجنسين، يعني البنت أو الولد يختار اللون المناسب، وهذا ما يميز الحقيقة المشروع أنه يعني ما تملي على أحد اختياراته. التطوع من أجل إتمام العمل الخيري والإنساني صفة إنسانية حميدة. أنا سعيدة سعادة لا توصف بحياتي بهالمكان، والله العظيم ربي يعني ما أقولها مجاملة للدكتور نبيل العون ولا الحملة السلام، أنا ما شفت يعني شفت مبرات ورحت وجيت وعمل خير، ما فكرنا في جناط حق الأطفال الأسر المتعففة، ما فكرنا الله يكرمكم في جواتي حق المدارس، يعني هذا شيء يعني هذه بادرة حلوة منهم. وحسب ما سمعت من الدكتور يتكلم عن مصنع اللي سواه في تركيا حق شنو؟ حق الملابس وحق الأطفال وحق الكبار وحق الصغار، يعني هذا شيء مبدع. هو أكيد كانت في خطة وآلية للتوزيع من بداية دخول المستفيد إلى نهايته، في استيكرات موجودة يمشون عليها مثل ما أنتم قاعد تشوفون، كل قسم يختص في توزيع مختلف المواد، ولله الحمد في صالة انتظار تحت يستقبلون المتطوعين، يساعدون من فوق ويمشون على آلية التوزيع حسب عدد أفراد الأسرة. تنفذ الجهات التي تختص بالأعمال الإنسانية والخيرية في الكويت أعمالها الخيرية بصورة تحقق التكافل الاجتماعي وترسخ مبدأ العمل الخيري لدى الناس. لقناة ATV العدالة، خالد الفارس.